ويا ريت بعد كل ده في شغل للشباب يشتغلوا. لا ده الشباب طالع عين امه بيلف على كعوب رجليه, كعوب رجليه بتدوب عشان يلاقي فرصه عمل ومش بيلاقي. شاب بيصرخ اهو بعد ما فشل في الحصول على فرصه عمل. البلد مليانه شغل, مليانه شغل. انا عايز اعرف ام الشغل ده فين؟ في المرتب اللي هيديني 6000 جنيه ولا 7000 جنيه في الشهر عشان اشتغل. وادي ام السيفيهات, وادي ام الشهادات, وادي ام ادي السيفيها السيفيها سيفيها ملوش اي ثلاثه لازمه. ادي ام شهاده الجيش اللي كانوا بيطلعوا ميتين ابونا عشان نعرف نشتغل في وظيفه محترمه مفيش اي لازمه, تمام. وادي ام الشهادات اهو اهو اهو, وادي شهاده الجيش, وادي شهاده الورق, وادي الدنيا. ها فين فين فين؟ انا عايز اعرف فين. ولما اجي اشتغل يطلب مني ام اكسبيرينس على ام خبرات على ام الزفت على ام الطين, بيتكلم يقول لك لا انت لازم يبقى عندك بوزيتيف انرجي, لازم تشوف الشغل الصح فين. انا عايز اعرف. وانزل كل يوم اشتغل في الحكومه من الساعه 6 الصبح لغايه الساعه 4 5 6 بالليل, والساعه 12 بالليل ما عنديش مشكله بس اشتغل. خريج امريكان دبلومه ومعايا شهاداتي ومعايا سي في ومعايا اكسبيرينس محترمه واشتغلت كاستمر سيرفيس واشتغلت كل حاجه. انا عايز شغل. الواحد قلبه يتحرق على شاب زي ده والله, والله قلبه يتحرق. انا فاكر ما بقولش ده نكايه في السيسي ولا نظام السيسي, لما شاب زي ده وزي الفل ربنا يحمي لاهله وعنده شهادات وبتاع, ده قدامه مستقبل قد ايه عشان يبقى رب اسره في 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 وسط لهب. يعني الشاب ده عايش في وسط لهب. عارف لهب يعني ايه؟ يعني لهب من كل حتة. يعني ده شايف بقى مليطة ستات مليطة, ده شايف زمايله أو أقرانه ناس معينة راكبة عربيات, ده شايف ناس زيه بيشتغلوا في حتة مهمة أو يعني زي أحمد نشأت دي كده في كلية شرطة, وهو ما أذنبش إن والده مش مطبلاتي مش معرض. يعني هو والده راجل محترم رباه بالحلال لحد ما طلعه كده خلاص. أبوه ما أذنب, أمه ما أذنبتش, أمه ست طيبة. إنما ده ذنبه إيه بقى في مجتمع زي مجتمعنا إنه يطلع يصوت بالطريقة دي؟ قلبك يتحرق عليه, لأنه عماد أي دولة هو الشباب. اللي جاي أصعب مع الأسف.